السلام عليكم، ذيس يور بوي بيج رياكشن. رجعناكم ولاد برياكسيون جديده كالعاده والعواد. جديدنا احنا الاولاد مش جديد، خاطر الموسيقى كيما نقولوا طايحه الاولاد تو وما فماش برشا جديد. اما كالعاده ما نقفوش الاولاد، وكيما وعدناكم دوب ما يوفى جديد من هنا اوتوماتيكمون نرجعوا لكم بالقديم. سيري ريد ستار رادي اورد تراكس، تراك باختياركم انتوما الاولاد في اخر رياكسيون تبع السيري هذيا، اللي هو تراك حومنا كاكثر كومنتير فيه لايكس. ونعاود نذكر ونزيد نذكر انك تنجم تختار اي تراك تحب عليه موجود في شين ريد ستار رادي من موزيكا فوق 6 سنين، وانت طالع برو 11 سنه 10 سنين ارجع كيف ما تحب. حطك الكومنتير لعل يجيب اكثر لايكس اوتوماتيكمون نخدموه. هذا ما يمنعش الاولاد نرجعوا لموضوعنا تراك حومنا. يلا بينا نشوفوا شنو هي الفوضى، شنو هي اللغه. صاحبي ما نكذبش عليكم، اكل لي عامل جو اللي باش نعمل رياكسيون هذيا، خاطر واحد من الناس كيما قلت لكم كي نخيب على سيري نتاع ريد ستار رادي، خاصه سيري مالف بيها اوتوماتيكمون صاحبي كلي فهمت كلي تفقد الرادي والعالم نتاعو برو عالم الحقيقه. خلينا نرجعوا للحقيقه شويه الاولاد، فهمتني ولا؟ ونفهموا شنو هي اللغه صاحبي. حتى وكان تراك عنده 10 سنين كاملين نعرفوا حقيقه الرادي تتحدث حتى في المستقبل برو. يلا بينا الاولاد ليتس جو. يلا رادي ركبنا خبنا رحيو تهالي مشقة، وهمنا باللي هج منها السبق باللي قعد فيها تبقى صق. وين المشقة وين الحلقة اسحب لك، وين تجيب الشقة تطب في بلاد الدوك تحب تترقى فوق شوارع برو برو. دخلة كيما نهكا صاحبي اوتوماتيك مورك بالرسمي. كانك شايف الواقع وشايف الحقيقة وتعرف عيش الحوام كيفية وعيش السوالي كيفية تو سابلومو برو. راك من غير ما تشعر لازمني نكملوا تراك هذا، حتى وكان ما تعرفوش الرابور، حتى وكان اول مره تسمع الرادي. هذاك اش صار لي انا اول مره سمعت الرادي برو اوتوماتيكمون صاحبي سي بون، لقيت روحي كلي مازلت نحب نسمع، نحب نعرف شنو هو السيد عنده ما يقول، خاطر عنده ما يقول برشا وفرد الوقت حقيقه برشا رابوريت يتجنبوا انهم يحكيوا عليها. اثر ما ترك انت ويا عينيك تبارك شر ما تجيبو كلفتون الخويه في البشر. سلمت الدر واللي فمك كيف تربي ما الفقر قدر وكان عن نفس انت وش تربي ما الفقر قدر وكان عن نفس انت وش تربي ما. اسمع صاحبي اسمع برو، كتيبه ما تسمعهاش برشا الاولاد هيك علاش نستمتع بالسيريات. كيف تربي ما والله قدر وكان عن نفس انت وش تربي ما الكره حوان ومربي تدور في الاريا. مجبر عملت نقصور وبلاد بلاد مازالت كاريا دنيا كيف الكار. مجبر عملت القصور ولاد بلاد مازالت كاريا برو، لان نحكيو بطريقه افتراضيه على كيما نقولوا تونس كامله برو، فهمت كيفاش؟ كلي ولاد البلاد بالرسمي مو مخلطين على حد شيء، والعباد مالي الكريسي صاحبي يدي ما حتى كلمه مجبر شويه فيهم، فهمت كيفاش؟ تدور في الاريا مسحاية تنقصر وبلاد بلاد مازالت كاريا دنيا كيف الكارتا مفيريا تعرفش ترك بلاس هي مالتا وما دريا. سبرت في بالها تشك بوي قدر العبد افعله بل ما تكون موزيكتو معي سير ريكتو بوست لز للعيب والعيب در العبد افعاله برو. قبل ما تسمع موزيكتو ولا قبل ما تعرف اش يحكي على موزيكتو افعاله قبل برو، حتى وكان كرابورا وافعالك تخليني نعرف انت شنو وانت شكون. در العبد افعاله اسمع موزيكتو معي سير ريكتو بوست لز للعيب والعيب انواع كل حد وغريبتو. هم ربي كيف طبا ما منها هوب طب اللطف كل قدر قضاء كل داري من العشاء من همنا من اوقات بضاحة القدمان ما فيها ضمنا والبيت حاسين اولد سكول برو. فرد الوقت لي في فوكو اللي تسمع فيهم صاحبي حاجات كلي يهزوك لتريك مش عادي، اما فرد الوقت يدي تحس روحك ما نعرفش كيفاش نفسر لك اما نعرف اللي فهمني. تحس روحك كلي برو عالم حقيقه برشا، كلي نسمع في برشا حقيقه، كل كلمه تتفسر تلقاها في بلاصتها برو على حاجه انا نعيش فيها كل يوم. بعديك تزيد تخمم برو، تراك عنده 10 سنين رابور يحكي عن في الحكايه هذه عنده 10 سنين باش تفهم اللي حاجه مؤسفه انه كلامه مازال تو قاعد يصير وهذاك هي العيشه
برو برو تنجم تفسرها برشا طرق، ما في كل طريقة باش تفسرها طريقة حقيقة توجع تو سامبلو مون صاحبي. ولا نستورو شي ما فيه الزمن خلف بين البشر وشرورو، خلق على عجلة يدورو نفوس مكابرة، شر يعشقرو نلبو شر وشمعة دراعكي إبرة رقارو نبرة. That's a fact يا برو. حربي خلعت مقر ما نستعر جهاد وبيكي ملا ما نفخ بالدرومبا ما نفخ كتا كومبا راديكالي ويتستا عند فند بلاد يا رمس المديا كانتار خلي شوارع حفلة بدأت أرضي طول ما نحيز وملف الولاد حاسك اللي فما هكا زوز بارز ولا ثلاثة بارز سمعتهم قبل والله أعلم يعني فهمتني كيفاش العالم نطلع غلط أما كلي هذيك متاع أنا الراديكال ولا يمكن فلو مختلف ما نعرفش الولاد حطولي في الكومنتات كان رياكتينا عليها بل خاطر ما نصورش ما رياكتيتش عليها قبل ما يمكنش سمعنا شي بارت اخرى كيما نقولوا في تراك اخر ولا ما نحطونا في الكومنتات الولاد ما ندخلكم ارمس مديا كانتار خلي شوارع حفلة بدأت ارضي طول ما نحيز وملف الحفلة ولا نقولش الناس الغفلة نسيد هيك الغفلة عيد نعرف الحق صعيب انتوما ماركة طحين واحنا الرجال حتى البحث ما يجي كبركم انتوما ماركة طحين واحنا ماركة رجال حتى البحث ما يجيب يا برو تفرق برشا انتي مختار طريق سهل يوصل تك تك ما سهل انا مختار طريق صعيب ويمكن ياشر ما يوصلش مع الاقل نقعد بقدري برو انيش طحان كيفك نعرف الحق صعيب انتوما ماركة طحين واحنا الرجال الرادي قالها مش انا حتى البحث ما يجيب اسمعي كبرنا ربي جان حاربو تحبو التعريب هوزك العروبي في المنتربو old school old school then ما فاك برجولي ومن الفقر ومن الفرعنة ومن الحق الضايع والبل يا رسول الله عرفتك اني بلا دخل الراديو خي عندك دخلاتك خويا كلي ما تخليش المتصنف ما تخليش يتنفس برو كلي بالرسمي كلي قطع له مخه صاحبي والله ربي يستر تفضل ومن الفقر ومن الفرعنة ومن حق الضايع والبطل اللي صار يجول نسينا الشرعنة ومن فعل الظالم انكرت لبيدي اخترت نجاور حيت نقضي حياتي اسكت مفروض عليا كي تخدرت فكيت انترت مش بكيف يعمل اسكت ومفروض عليك تتخدر يا برو هذيك اللي فاش نحكيه وبرو لي فما برشا عبيد جوست اللي لازمها تسكت دونك طول هكا دوما تحس فما تهديد متاع انك لازمك تسكت لا تتضر اوتوماتيكمون صاحبي ما عادش تسمح تتكلم كومبليتمون من الاخر هذوك ما العباد اللي تختار باش تعيش مخدره اش معناها معناها عمرك ماكش تقول الحقيقه باش توصل وين ما تحبش تعمل فلوس تعمل فين اما برو ما عندكش حقيقه تقول فيها ولا توصل فيها كلامك ديما فيك كل شيء فيك برو فهمت كيفاش دونك هذيك تفرق كي تجي تخمم فيها تعرف اللي جا وحيد برشا تحيت اسكت مفروض عليا كي تخدرت فكيت انترت مش بكيف عملت دوانا حل جرح هوانا منسي كيف البيت ومسير الموتى في الجبانه عبانه كيما كبرت عندي خود الهانه اللي نجي سعدت الحق معليش وحشي شوفين على السموم ولفتها بيعها عندي تنكرش في بلاد عرفتها برو الالبوم اسمه نو بين نو جين كي تجي تخمم فيها صاحبي كلي بالرسمي كي تسمع تراكات الراديو كيما تراك هذا نحكيو على التراك هذا مثلا انا واحد من الناس سمعت دقيقتين ونص حاسس فما وجيعه برو اما كلي عرفتها حاسس الراديو كلي الوجيعه هيك مستغله يوري فيك اللي تنجم تستغلها صاحبي باش تخرج منها تو سامبلومون حتى وكان ديما موجوع فما حقيقه ما يسالش تقعد كيف ما انت صاحبي فتني تلفتها علي ساكت برو علي ساكت برو تعطتني كان الوجاع كانه ناقص سمعني ما صبرت رعيت قدرت صغير بل كبير فيها سويقر شطت بشوف درسوم قد ما شاريها مرا يرحم والديها باللي معايا تنجم الصاب يعني كل ما وعطيها ما مش شبركة دابرة شدة مصيرها عابرة وتوين من حل محال بيفوق الوقت يحكي عن مرا متيعو برو يحكي عن مرا متيعو بالرسمي يعني صلحولي كان يغلط ما مش شبركة دابرة شدة مصيرها عابرة وتوين من حل محال بيفوق الوقت وعقربة واللي مكتوب بيصير بي وادي كالي ذاتس مي ويت ويبل كلمول عبد الله مش بول الخطاب مرن اني كرول سول ان هوني قم ديما ووكن لري كلم غونا بوشي توكن سن بلاد اللي براند ويل وجاي لي شد الراس قصن بلاد الكران تعيش متخفي مغاخر كيف الافغان بعيد على العين برو 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 مالا فلويت سمعناها ومتويكا في ميم با هكا 30 ثانية ولا أقل سمعنا كني تبديل فلويت برشا وفرد الوقت برشا تكنيك برو برشا تكنيك أنا واحد من الناس عايت لها بلادة عايت لها بلادة متاع الرابور هذيك صاحبي خاطر الخاصة متاعو
فهمتني كيفاش؟ ريد ستار رادي كلي يلعب على الفلويت وفرد الوقت كله ستيل اولد سكول، كله يرجعك لولد سكول، خاطر بيتيت اولد سكول ترجعك غادي كبرو. والريد ستار رادي نعرفوه كلي من موجود من الزمن هذاك برو، مازال كيما نقولوا يقدم في الكولتور هذاك، واللي هي حاجه باهيه يتذكر العباد، ويمكن برشا عباد ما خلطتش على الحاجات هذيك صاحبي، فهمت كيفاش؟ اما هذا ما يمنعش فايب مش عادي برو، فرد الوقت حقيقة قاعدة تتقال بالكلمة 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 وين ظهر جاب برسو اندبندا هيب ابح ومنا كتباب بلاش مقبضر وتبان اقصح حجر من السيغرة الواحد تتبان انتي سكة كذباي والله من غير ما تزيد تعتبان او ضب مفاية تحب تفهم الساية نقل شرع معايا نقل فعليك تهز قد ما كسبت فلوس الشكاية نقل فعلك تهز قد ما كسبت فلوس شاير برو قد ما عبيت الساك قد ما هدي فهمتني ولا فلوسك في الباكة كلي تغلي وفي الدار تغلي وامورك مريقلة وكل جو كبيرك في الاخر تهز في حالك جيس ما تنسيش تنسيش That's all قالك هكا هاو في الباكة يسي صاحبي No pain no gain nigga Sawagi beats Yeah برو ريد ستار ديك العادة ولا ويد الولاد لحظة برك بالليل الولاد الله غالب صاحبي سخانة وقوت فهمتني ولا مش ناوي يوفى فهمتني ولا واحد شوشت اما مش كل الولاد هذا ما يمنعش لكن نكونوا كملنا ريد ستار رادي حومنا الولاد صاحبي تو سامبلومون اسم التراك حومنا اسمعنا يحكي على حوم يحكي على عيشة حوم على كي تخرج من الحومة هذيك برو وحتى كي توصل ما تنساش انت شكون فهمتني ولا وما تنساش كلمة الحقيقة اللي لازمك تدافع عليها خاطر انت عندك صوت منين خرجت والعباد اللي منين من الغاديكا مازالت واحنا غادي ما تنجمش توصل صوتها دونك نورمالمون عندك كيما نقولوا مش موتيفاسيون اما عندك هدف انك توصل بيه صوتك هذه تمشي لبرشا رابوريت كيف ما نقولوا من حوم عربي ما يعرفوهمش من نصبه ما يتذكروهمش من نصبه ما يجبدوش عليهم من نصبه هذا ما يمنعش الولاد مش هذا موضوعنا موضوعنا التراك التراك حاجه شبابه الولاد فهمتني ولا حاجه كلي متاع ريد ستار رادي حاجه توقعها منه برو من الاخر نتوقع ديما كل ما باش نسمع تراك من ريد ستار رادي في السيري هذيا تو سامبلومون نتوقع حاجه باش تثقفني برو من الاخر حاجه تثقفني حاجه كلي باش تذكرني حاجه كلي باش نسمعها باش تفيدني تو سامبلومون حتى وكان ساعات نبدا ناسي الواقع ونفس ناسي الحقيقه نتذكرها الولاد من الاخر هذاك الريد ستار الرادي موزيكتو شنيا توصل لك بالنسبه لي انا شنيا توصل لي هذا ما يمنعش حاجه شبيبه على الاخر سيدي مازلت متحمس باش نكمل فيها ومازلت مواصل الاولاد وكيما قلت لكم تراكيت كيما هكايا حتى وكان ما يبداوش شنايين برشا ما يبداش بيت هارد برشا وما يبداش هكا الرادي كلي كيما نقولوا يتكنس على الاخر وكذا ما يهمش برو خاطر حاجات كيما هكا كيف تعجبني على الاخر دونك اختاروا كيف ما تحبوا الاولاد شيخوا رواحكم حطوا في الكومنتير وكان جاب اكثر لايكس ان شاء الله نخدموه في رياكسيون الجايه هذا ما يمنعش مازلنا مواصلين معاكم في سيري ريد ستار رادي ان شاء الله تكونوا ديما موجودين وان شاء الله ترجع لكم السيري نتاع ذا موست هيت بقدره ربي كان ما فماش جديد في كلتا الحلقتين المفيد فما رياكسيون اخرى مع هذه بقدره ربي كان عشنا الاولاد نتقابلوا ان شاء الله في اقرب وقت ممكن ان شاء الله تكونوا استمتعتوا ان شاء الله تكونوا عملتوا جو الاولاد تنساوش ارائكم كومنتاتكم دنيتكم اجواءكم سبسكرايب تاعكم خاصه مرحبا بكم على انستغرام بيكي ما طريقش 22 من سكيول او في الديسكريبسيون يا برو نقرا خفيفه تلقى روحك غادي فاش تستنى عندكم تيك توك بقشيش اللي تحب عليه يا برو كل شيء موجود في اليانات دونك انزل تلقى روحك غادي مرحبا بالناس الكل فوضى مازالت موجوده وكان ما فماش قديم بازره وفما جديد المفيد ديما في وجوهكم ان شاء الله ما تقلقوش الاولاد ومرحبا بالناس الكل ما نساوش موضوع العاده موضوع الاهم قضيه فلسطينيه اخوتنا فلسطين نذكروا بالقضيه وندعموها باللي نقدروا تحيا فلسطين دائما وابدا وبيس الاولاد وديزولي على الروتار ماكم تعرفوا الاولاد جديد يتبجل على القديم